الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بالرغم من أن رداء المصيبة والمأساة يمتد على كل الآفاق التي يعيش فيها المؤمنون الحسينيون، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يمنعنا عن الحديث فيما يرتبط ببعض التوجيه الذي نستفيده من نهضة الحسين سلام الله عليه. هذه الاجتماعات الكبرى التي تحتشد في مثل هذه الليلة في كل مكان، كما ينبغي أن تأخذ نصيبها من جانب العواطف والمشاعر وذكر المأساة والمصيبة، ينبغي أيضا أن تلتفت إلى جانب الاعتبار والدروس المستفادة من نهضة الحسين. والوقت وإن ضاق، إلا أن الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات يكتفي الواحد منهم ومنهن بعنوان لكي يفهم ما وراءه إلى أبعاد كثيرة. الآية المباركة تقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج
قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. الأزمنة والأمكنة والأشياء كلها خلق الله عز وجل، وكلها ملك الله عز وجل، وبالتالي يفترض من الناحية التكوينية ألا يختلف يوم الأربعاء عن يوم الخميس في انتسابه لله عز وجل. ولكن مع ذلك القرآن الكريم افترض أن هناك أياما معينة ينبغي أن يتم التركيز عليها والتذكير بها والإشارة إليها أثناء إنهاض الناس للخروج من عالم الظلمات إلى عالم النور. ولا ريب أن الأيام التي تتجلى فيها قدرة الله للناس وعظمة الله للناس ورحمة الله للناس ويستشعرون هذه الأمور هذه تختص بميزة من هذه الجهة تميزها على سائر الأيام. اليوم الذي بعث فيه نبينا المصطفى محمد حيث تجلت فيه رحمة الله تعالى بالبشر، وكان مبدأ للانتقال بهذه البشرية بين زمانين وحالين ووقتين، هذا من الأيام التي يمكن الإشارة إليها أنها من أيام الله سبحانه، والتي عندما يتذكرها الإنسان يتذكر فيها ما حصل وما أنعم الله سبحانه وتعالى على البشر ببعثه نبيه إليهم في هذا اليوم. وعندنا الإمامية مثل يوم الغدير الذي يعد أيضا من تلك الأيام التي أكمل فيها الدين وتمت فيها النعمة لما حصل فيها من حادثة تاريخية يفترض أنها سوف تؤثر على الأمة تأثيرا كبيرا. هذا اليوم الذي عد حسب مصادرنا من أهم الأعياد الإسلامية يشار إليه أيضا بأنه من أيام الله، ويوم عاشوراء أيضا هو من تلك الأيام. لما يحمله هذا اليوم من ذكرى تمثلت فيها الشهادة والشهامة والبطولة والفداء في أفضل صورها خلال يوم تقريبا من النهار تحسبه وكأنه تاريخ كبير ومتصل لحجم ما حصل فيه من القيم والمبادئ. وهذا الأمر يدعونا إلى استحضار هذا اليوم واستحضار عطائه أيضا، تذكر هذا اليوم وتذكر ما حصل فيه
أمر مهم لنا الآن، لأنه سوف يجعل هذا الإنسان لو فكر فيه بدقة في ساعة هي من ساعات التحول، يفكر هذا الإنسان هل هو في هذا الصف أو هذا الصف، هل هو في صف الظالم أو في صف المظلوم، ولا يحتاج الأمر إلى أن يعود إلى زمان السيوف والرماح، لأن معركة الظلم قائمة وحاضرة، في تفاصيل المسائل الاجتماعية قائمة وحاضرة. ذلك الرجل الذي يعلق زوجته مثلا فترة طويلة من الزمان، يبتزها المال بالضغط عليها وتعليقها وتعويقها، لا ريب أنه يمارس ظلما في هذه الحالة، فإذا لعن الظالمون في زيارة الإمام الحسين ينبغي أن يكون هذا مشمولا باللعنة. قد يلعن الزائر نفسه لأنه يمارس ظلما كالذي مارسته جنود بني أمية، ولكن في زمان آخر وفي صعيد آخر وتجاه مؤمن آخر، والظلم شيء واحد لا يختلف. ظلم هذا الإنسان لزوجته في تعليقها وتعويقها كظلم أولئك في قتلهم لسيد شباب أهل الجنة، لسيد شباب أهل الجنة، في أن الظلم شيء قبيح ومنكر ولا ينبغي القيام به. لتكن هذه الليلة، ليكن يوم غد ساعة من ساعات التحول لهذا الإنسان، حتى يكون بالنسبة إليه يوما من أيام الله عز وجل. من الممكن أن ساعة واحدة تمحو تاريخا من الجريمة والمعصية والظلم، وتفتح للإنسان بابا من أبواب النور. الحر الرياحي قطع ماضيه بتمامه، 40 سنة من الزمان أو أزيد من ذلك قطعها في ساعة تحول، في لحظة تفكير إلى جنب الحسين عليه السلام، وبذلك انتقل من الظلمات إلى النور، من الظلم إلى العدل، من ذلك المعسكر الخاطئ الشرس إلى هذا المعسكر المؤمن الحنون. هل يريد الإنسان منا، هل يريد هذا الانتقال أو لا يريد هذا الانتقال؟ هذا يعني أن هذا اليوم من أيام الله بالنسبة له صار كذلك أو لا. إذا حول هذا اليوم الإنسان من معصية إلى طاعة، ومن ظلم إلى عدل، ومن تجاوز إلى إنصاف، فبالنسبة لهذا الإنسان هو يوم من أعظم أيام الله عز وجل. ذلك الشاب أو تلك الشاب التي أو الذي كان على علاقة غير مشروعة، كان في الخطيئة يرتطمان، بالنسبة لهم هذه الليلة، بالنسبة لهم يوم غد يوم من أيام الله، لو حصل تحول فيهما من المعصية إلى الطاعة، ومن الانفلات إلى الالتزام، هذا اليوم بالنسبة له يكون حياة جديدة. وهكذا لو فكر كل إنسان فينا بهذه الطريقة أن يتحول،
أن يستفيد من هذه الروح العظيمة التي تظلل أجواء المؤمنين، روح الحسين عليه السلام وروح كربلاء، لكي ينتقل ويتغير ويتبدل. كم سيكون بالنسبة إليه هذا اليوم وهذه الليلة يوما وليلة مباركين؟ ذلك التاجر الذي همه أن يرفع الأسعار، وهو يعلم أن في الناس من الشباب من ينفق جل عمره ولا يستطيع أن يستظل بسقف على رأسه، ومع ذلك هذا الإنسان من غير مبرر ومن غير حسابات حتى لا يفتأ يرفع هذا السعر ويتجاوز ويغلي. ينبغي أن يفكر أن الحسين عليه السلام كان رحيما بأعدائه في كربلاء، وسقاهم الماء عندما وصل جيش الحر بن يزيد الرياحي، وقد كادوا يتلفون من الظمأ والعطش. أنا التاجر يحق لي أن آتي وأكون قاسيا على أتباع أبي عبد الله الحسين، على المؤمنين الحسينيين، لكي أراكم أرصدتي في البنك أو أموالي، ولا أهتم ماذا يهمني أن يمتلك زيد مسكنا أو لا يمتلك، أن تجد العائلة الفلانية رزقها أو لا تجد. هل ينسجم ذلك الحنان الحسيني على أعدائه مع هذه القسوة المادية على المؤمنين الحسينيين في هذا الزمان؟ ليفكر هذا التاجر أنه بدلا من أن يطبخ الطعام ويعطي صحنا هنا وهناك، وهو عمل مأجور عليه إن شاء الله، لكن ذلك العمل الذي يجسد العطف والشفقة والحنان والرحمة على الناس في أن يحافظ على وضع لا يجعل الناس أذلاء من أجل المال، ولا يجعل الناس في حالة فقر دائم لأنه هو يريد أن يزيد الأسعار. ليفكر في هذه الليلة أن تكون ليلة من ليالي الله عز وجل، يوما من أيام الله عز وجل بالنسبة له، ينقل الناس فيها من الفقر إلى الغنى ومن القسوة إلى الرحمة. ليفكر عالم الدين والخطيب في مثل هذه الليلة وفي مثل يوم غد: أيها العالم، أيها الخطيب، كنت تحل المشاكل فإذا بك تصبح مشكلة، وإذا بك تصبح جزءا من المشكلة، فيسلب المجتمع الاستقرار ويسلب المجتمع الصفاء، وتنشحن النفوس هذا على ذاك وذاك على هذا. أليس الأولى أن يتحول هذا العالم، هذا الخطيب، هذا الواعظ من حالة الشحن بالقسوة والعداء إلى حالة التثقيف بالرحمة والتواصل والأخلاق الحسنة؟ وهكذا على كل الطبقات، ليكن بالنسبة لنا هذا الليل، هذا المساء، نقطة تحول من الظلمات إلى النور، وأن تكون أيام الله هذه التي صرع فيها الإمام الحسين عليه السلام ساعة قطيعة بين ماض سيء، بين ماض فيه العنف، بين ماض فيه الظلم، بين ماض فيه القسوة، بين ماض فيه المشاكل والاحتراب،
إلى قادم ومستقبل وأيام أخر لا يكون فيها إلا العدل والرحمة وما يليق بالإنسان المؤمن. أيام الله دورها أنها تبعث في الإنسان التفكير في تلك القيم العالية الإلهية، قيم الرحمة، العدالة، الإنصاف، محاربة الظلم. كيف لي أنا أن أبكي على الحسين المظلوم عليه السلام وأنا تحت يدي امرأة مظلومة؟ كيف لي أن ألعن الظالمين وأنا أحد مصادقهم في هذا الزمان؟ كيف لي أن أتحدث عن الآخرين ألعن هؤلاء فتبا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب وعصبة الإثم وأنا أحمل الإثم بين جوانحي؟ ينبغي للإنسان في مثل هذه الليلة، في مثل يوم غد، أن يصنع بينه وبين ماضيه السيء، بين مشكلته، بين اعتدائه قطيعة، وأن يتحرك باتجاه انتقال وتحول إلى الأمام. لقد أرسلنا موسى بآياتنا، ماذا يصنع؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بأن تكون أيامنا الحسينية أياما إلهية ندع وراءنا فيها وخلفنا فيها كل هذه الصفات السيئة، كل هذه الظلامات التي ربما كنا نرتكبها، إلى فضاء رحيب يليق بمعز الحسين ويليق بالمنتمي إلى الحسين ويليق للباكي على الحسين سلام الله عليه. نسأل الله أن يزيدنا بهم معرفة ولهم رفقة، وأن يرزقنا شفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. الوقت يضيق ولا بد أن نعرج على كربلاء. هذه الليلة هي ليلة الحدث الأكبر الذي جرى في يوم العاشر سنة 61. لعل مثل هذا الوقت أو قبله بقليل، كما في الروايات، الإمام الحسين عليه السلام خارج الخيمة يصلح سيفه، وزينب وزين العابدين في داخل الخيمة، الإمام الحسين في الخارج يصلح سيفه وينشد: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من طالب بحقه قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل. زين العابدين كما في هذه الرواية يقول: أما أنا فلما علمت المعنى خنقتني العبرة. هذا الحسين قاعد ينعى نفسه، يقرأ مصيبته بأبي وأمي، هاي المرة الثانية، أول مرة في مكة قرأ مصيبته، قال: وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. هاي المرة الثانية ينعى نفسه أنه: أيها الزمان، ماذا صنعت بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأما عمتي زينب فإنها لما سمعت مقالة الحسين قامت بأبي وأمي من داخل الخيمة وخرجت اعتنقت أخاها الحسين بأبي وأمي.
قالت: أخي أبا عبد الله، ليت الموت أعدمني الحياة، أراك تنعى نفسك، أنت قاعد تقرأ مصيبتك من الآن وهي لم تقع بعد، أراك تنعى نفسك، فذلك أحزن لقلبي وأقرح لجفني. أخذها الحسين عليه السلام، بدأ يكلمها: أخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان، جدي خير مني، أبي خير مني، أمي خير مني، أخي إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولي ولهذا الخلق برسول الله أسوة حسنة. ربط على قلبها، هدأها قليلا، التفتت إليه قالت: أخي أبا عبد الله، ماذا أصنع بعدك بهؤلاء اليتامى والمذاعير؟ هالنساء هالأطفال أنت تروح، ماذا أصنع بهن؟ قال لها: الله كافيك ومعينك إن شاء الله. رجعت إلى داخل خيمتها. الإمام الحسين عليه السلام نفس هذه الليلة، بعض أرباب الخبر يقول: ذهب وراء المخيم يجمع الأشياء من الأرض، هنا صخرة يرفعها، هناك أشواك يبعدها. واحد من الأصحاب يقول له: أبا عبد الله، ماذا تصنع؟ شو تسوي؟ أراك تشوف تشيل هالأشياء؟ قال: غدا عندما تهجم الخيل على مخيمات بنات رسول الله، يخرجن من الخيمات مناديات: ومحمدا وعلياه وحسينا، هذول أخاف وحدة طفلة أو طفل يتيم يتعثر بالأحجار يوقع على وجهه تقتحم حوافر الخيل، أنا أشيل هذه الأشياء. بأبي وأمي كان حنونا على أهله قبل أن تقع المصيبة، ما دام هو على قيد الحياة خلي داريهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا اللي حصل بالفعل في اليوم الثاني. بات الحسين عليه السلام وأصحابه تلك الليلة كما تعلمون تالين للقرآن، راكعين وساجدين، إلى أن أصبح الصباح. صف الحسين أصحابه وأنصاره، ولكن لا يزال هناك بقية أمل، خل يعظ هؤلاء، خل يتحدث مع هؤلاء، لعل الهداية تدرك بعضهم. التفت إليهم بعد حمد الله والثناء عليه، قال: أيها الناس، أحذركم الدنيا فإنها دار فناء وزوال، متصرمة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرت والشقي من فتنت، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم فيه ربكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد. وأنتم أقررتم بالطاعة وآمنتم بما نزل على محمد، ثم إنكم زحفتم إلى عترته وذريته تريدون قتلهم، فتبا لكم ولما تريدون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم وهموا بما لم ينالوا، فلعنة الله على الكافرين. أيها الناس، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم فاسألوها: هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ أولست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم مقالة رسول الله: لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب، مذ عرفت أن الله يمقت أهله ويحاسب من ارتكبه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم،
سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وزيد بن أرقم يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي الحسن. ويحكم، أما في هذا حاجز لكم عن قتلي وانتهاكي حرمتي؟ فأصبحوا لا يكلمونه ولا يجيبونه. قام حبيب بن مظاهر وخطب فيهم خطبة فسكتوا، قام زهير بن القين وخطب خطبة ثالثة لم يجيبوا، فقام الحسين بعدها وقال: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين؟ فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، بغير عدل أفشوا فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات؟ تركتمونا والسيف مشيم والجاش طامن والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء وتداعيتم عليها كتداعي الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم. ويحكم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه عروقكم وتآزرت عليه فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. بعدما أنهى خطبته تقدم عمر بن سعد وتوسط بين العسكرين ووضع سهما في كبد قوسه ورمى به إلى معسكر الحسين وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم. فتتابعت السهام على معسكر أبي عبد الله حتى وصلت السهام إلى أزر النساء، فصحنا وأرعبنا ونادينا: وحسينا ومحمدا. قال الحسين لأصحابه: أصحابي، هذه رسل القوم إليكم، قوموا إلى الموت الذي لا بد منه. فاشتبك العسكران واحترب الفريقان، ثار الغبار وعلى القسطل، من جلت الغبر إلا وخمسون شهيدا من أصحاب الحسين. هذا والحسين يكثر من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك جاءه أحد أصحابه قال له: أبا عبد الله، إن وقت الصلاة قد قرب، وأحب أن ألقى القوم بعدما صليت هذه الصلاة معك. قال: بلى، هذا أول وقتها. فتقدم الحسين وصف أصحابه أصحابه وراءه، ووقف سعيد بن عبد الله الحنفي، لأن القوم بعضهم لم يترك رمي النبال على الحسين حتى وهو في حال الصلاة. فوقف سعيد بن عبد الله، وكلما جاء سهم تلقاه بيده
أو نبلة صدها بصدره إلى أن نزفت دماؤه. ما أنهى الحسين الصلاة إلا وهو يقع على الأرض وهو يقول: أبا عبد الله، أوفيت لك؟ قال: بلى، أنت أمامي في الجنة، بلغ رسول الله عنا السلام وقل إن الحسين في الأثر. بعد ذلك أمر الحسين أصحابه بإعادة الحملة، فخرجوا واحدا بعد واحد يبارزون مبارزة فردية، فكان الواحد منهم يسلم على الحسين من بعيد ويخرج إلى المعركة لا يلبث أن يسمع الحسين نداءه: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. فيقف الحسين على مصرعه تارة ويأمر غيره بأخذه أخرى إلى أن تفان الأنصار قضى حق عليهم دون الخيار، ولا خلى أو خوات حسين تنظام لما مات وتفايض منهم الهام تهاوى ومثل ما هو النجم من خر. بعد ذلك برز الهاشميون، فأول من برز إلى القتال علي الأكبر شبيه رسول الله، قاتل القوم قتال الأبطال، ما هي إلا ساعة وإذا بالحسين واقف على مصرعه وهو يقول: بني على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. ثم برز آل عقيل وآل الحسن وبقية بني هاشم إلى أن جاء دور العباس، أخذ القربة إلى المشرعة، ولم يعد أبو الفضل ولا القربة، وإنما عادت كفاه على الأرض وصرع بعمود من حديد فضخ هامته. وقف الحسين على مصرعه قائلا: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. رجع الحسين إلى المخيم وقد عزم على القتال، نادى من جانبه الأيمن: أمام ناصر ينصرنا، أمام معين يعيننا، أمام ذاب يذب عن حرم الله وحرم رسوله، أنا وأنت والجميع ننادي لبيك لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله، إن كان لم يجبك سمعي عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وفؤادي يا ابن رسول الله. هذا والحسين قد عزم على القتال أقبل يودع أهل بيته، ودخل إلى الخيمات نادى: يا زينب، يا أم كلثوم، يا رباب، ويا سكينة، ودعوني أهل بيتي يوم عاشر يذبحوني ألوي. أحطن به، هذه تشمه، تلك تضمه، هذه تقول: إلى أين يا رجانا، تلك تنادي: إلى أين يا حمانا. التفت الحسين إلى زينب: ما لي لا أرى عزيزتي سكينة، يعني هين عليها أنا أخرج إلى المعركة وما تجي تودعني؟ هذه عزيزتي.
قالت له: أبا عبد الله، سكين في داخل الخيمة لا طاقة لها على الوداع، ادخل إليها وودعها. دخل إليها وجدها جالسة واضع رأسها في ركبتيها وهي تبكي بكاء خافتا. التفت إليها الحسين: بني سكينة، لم أنت تبكين؟ البكاء جاي إليك قدام كثير، سيطول بعدي يا سكينة، سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة. قالت: أبا يا أبا، استسلمت للموت؟ قال: كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت: إذا ردنا إلى حرم جدنا. قال: لو ترك القطا ليلا لغفى ونام، يعني لا يتركونني أن أرجع. قالت: إذا عندي طلب إليك، اجلس وأجلسني في حجرك وامسح على رأسي كما تفعل باليتامى. أبا عبد الله حميدة بنت مسلم ابن عقيل لما جاء خبرها وانت خالها، خليتها في حجرك ومسحت على رأسها وكفكفت دمعها بيدك، أنا أيضا سأكون يتيمة وبعد شوية ماكو على رأسي إلا صوت شمر وزجر. ودعها وأراد الانطلاق، التحقت به زينب، نادت: أبا عبد الله، أخي قف لي هنيها حتى أودعك وداعا خاصا. نزل إليها ودعته ثم قبلته في صدره ونحره. أما موضع الصيد، أما النحر فموضع سيف شمر، وأما صدره فموضع خيول الأعوجية. أيوة حسين. ودعها وانطلق إلى القتال. عظم الله أجوركم، وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني. وهكذا أكثر القتل والجرح فيهم، وهو يقول: إلى أين تفرون وقد قتلتم إخوتي؟ إلى أين تفرون وقد قتلتم أصحابي؟ فكان لا يمر بأحد إلا أبعجه بسيفه أو قطعه نصفين. لذلك قال عمر بن سعد: ويحكم لا تبارزوه هكذا، هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه حملة رجل واحد ودار العسكر على حسين. دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف، بياض العين بصبيها يتدور، بلغ العطش والظمأ مبلغه من الإمام، وأتعبه نزف الدماء من الجروح، وقف يستريح قليلا. عظم الله أجرك يا رسول الله، وإذا بحجر أبي الحتوف يصكه في جبهته. أين المنادي وحسينا؟ سال دم الإمام على وجهه، خضب وجهه بذلك، رفع ثوبه لكي يمسح الدم عن عينه حتى يقاتل الأعداء، فسدد حرمله سهما مثلثا. ما لبث أن وقع في أحشاء الإمام. أيوا حسين،
نزف الإمام دما غزيرا، أراد أن يستمسك على ظهر الفرس ما استطاع، تدان الفرس إلى الأرض فوقع إمامنا من فرسه. وهو يقول بسم الله، بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، نزف الدماء من جهة، الظمأ من جهة أخرى، جعل الإمام عليه السلام مغميا عليه مغشيا عليه، بينما هو كذلك أفاق بعدها على صوت عمر بن سعد وهو يقول انزلوا إلي وأجهزوا عليه. يا رسول الله، نزل سنان وأراد قتل الإمام فأرعد وهرب وجاء غيره وفعل نفس الفعل إلى أن جاء شمر بن ذي الجوشن، جاء إلى إمامنا وصعد على صدر الإمام. أيها حسينا، هذا صدر رسول الله، هذا بدن رسول الله، هذا لحم رسول الله، ويحك ماذا تصنع؟ تقول الروايات أراد أن ينحره من منحره، ما استطاع ذلك لأن الحسين كان يقاوم، فكبه على وجهه وظل يضربه من قفا حتى فصل رأسه الشريف. أيوة، ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزا. وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا، ميت تبكي له فاطمة، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وآجرنا في مصيبة إمامنا، واجعلنا من الطالبين بثأره تحت راية وليه.